كل الأديان السماوية أتت رحمة للإنسانية. الدين الإسلامي في أول حديث علمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نحن في إطار تعاملنا وتشاركنا في هذه الأرض نحتاج إلى هذه التعليمات السماوية. الثقة أساس للبناء وأساس للعمل الناجح. في الحقيقة الدين الإسلامي يدعو إلى البناء ويدعو إلى التنمية ويدعو إلى البناء بما معناه الواسع، بناء الإنسان، بناء العمران، تزكية النفوس، وهذا كله يصب في صالح الإنسانية من حيث إيجاد هذا القدر المشترك فيما بين الإنسانية كلها. القيادات الدينية عليها أن تبحث عن المشترك في الأديان التي يتبعونها. هناك قدر مشترك بين الأديان كلها، من خلال هذا القدر المشترك نستطيع أن نبني جسورا عريضة فيما بيننا وأن نفعل هذه التعليمات، وألا نبحث عن أوجه الخلافات التي تختص بكل طائفة عن الأخرى. في الحقيقة نحن نبذل جهودا كبيرة من خلال التواصل مع كل أرجاء العالم لنشر هذه الرسالة السامية، رسالة الرحمة، رسالة العون، التعاون بين الناس. وقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثنا القرآن الكريم على التعاون مع البشر جميعا دون تفرقة بين مكان وآخر وبين إنسان وآخر، وقال في القرآن الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والرسول الكريم في الحديث يقول: إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. وهذا خطاب للكل وليس لطائفة معينة. الحقيقة الحوار بين أتباع الأديان هو مطلوب لوجود هذه الأرضية التي يمكن أن نعمل من خلالها وأن نلتقي. اللقاء مطلوب بين الجميع، لأن الإنسان عندما يعمل منعزلا فإنه لا يثمر إلا في نطاق ضيق، لكن إذا كان العمل مشتركا فإن الثمرة تكون أكبر وأفيد.